الراديو 90 90 هواها مصري. الموضوع بقى والسؤالين الجايين يا دكتور رايحين ناحيه بقى حته النطق والحروف والكلام. هبدا من السن الاصغر. ابني عنده 5 سنين، نص مخارج الحروف عنده غلط. هل ده طبيعي ولا مع الوقت هيتظبطوا ولا لازم اروح لدكتور تخاطب؟ لا، هو مش طبيعي، لانه 5 سنين مش طبيعي. ولكن تتوقف ايه هي الكلمات او ايه هي الحروف، لان في حروف المخارج بتاعتها بتبقى هي نفس، يعني لو اتصلحت حرف هتلاقي في حرف تاني يتصلح وحرف تالت يتصلح. انت فاهمة قصدي؟ فهنا في الحالة اللي زي دي بقى بنروح لدكتور التخاطب، يعني دي من الاستثناءات اللي احنا بنروح فيها مباشر لدكتور التخاطب. ولكن لازم الام برضو قبل ما نروح لدكتور التخاطب، لازم الام والاب وكل اللي في البيت يحاولوا مع الطفل ان هو يظبط الحرف مثلا. فلو لقوا استجابه يبقى تمام. على فكره يعني هي مش هنا مش خطيره بقى ان احنا ما نروحش للدكتور. مش عارفه يا دكتور، برجع مع الزمن كده، كانت ليلى قعدت لحد مثلا ما يبقى عندها 5 سنين، السين ساعات بتطلع منها ثاء والراء احيانا بتتقال لام عند اطفال، طلعت ظبط لوحدها بالظبط كده. لانه يعني على فكره من اكتر الحاجات اللي بتخلي الاطفال يظبطوا المدرسه ظبطت المدرسة مع حضرتك بالظبط كده. المشكله اللي بعديها برضو ريليتد، بتقول عندي اخويا 11 سنه ولسه نطقه تقيل، نعمل ايه؟ نطقه تقيل لفظ نسبي جدا او وصف نسبي جدا. يعني نطقه تقيل، هل مخارج الالفاظ عنده او بينطق الكلمه بصعوبه، ولا بيتكلم قليل، ولا ما بيتكلمش بشكل واضح؟ يعني في تقريبا حاسه او اللي انا فاهمين المشكله ان هو بدايه الكلام عنده دايما في تقل. ما هو بس اصل احيانا كلمه نطقه تقيل بتتقال على انه ما بيتكلمش كويس. يعني ما بيتكلمش بطلاقه. طب يعني دول بقى يعملوا ايه دكتور؟ يروحوا دول بالظبط كده. دول بنمشي بقى التسلسل المنطقي يا فاطمه، خلاص حفظنا بقى. لازم نروح لدكتور سمعيات طبعا، لازم في الاول علشان اجراء اختبار السمع اللي بناء عليها هنتوجه. على فكره يعني مش هنتوجه غلط، هنتوجه صح. نعمل اختبار السمع والدكتور هو اللي هيوجه.